السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه المحور في كل مكان. حلقه جديده وبرنامجكم مطبخ عظيمه، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. وطبعا في البدايه بنوع عن صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمه بالعرب، ومن خلالها بنعرض كل حلقاتنا على مدار الاسبوع. اي طلبات خاصه بحضراتكم، اي وصفات، اي كومنتس ليكم فيها اسئله هتكون من خلال الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي. دلوقتي بقى هنبدا حلقتنا ان شاء الله، وهنعمل من ضمن الوصفات اللطيفه اللي احيانا كده يبقى عندنا شرايح لحمه. ممكن تكون عندنا شرايح لحمه بفتيك او اتخن شويه، ممكن تكون حته من وش الفخده، ممكن تبقى شرايح بفتيك رقيقه زي اللي بنعمل بيها البيكاتا او بنعمل بيها مثلا اي اصناف. في ناس بتحب اللحمه المحمره جدا اللي هي بتحط لها تتبيله بسيطه كده وتتحمر وبتحبها كده، وفي ناس بتحب تعملها بطريقه سهله على البوتاجاز بدون الدخول للفرن او دون الصوصات والحاجات دي. النهارده احنا هنعمل وصفه كده بسيطه جدا وسهله لشرايح اللحمه الرقيقه دي، لكن معاها شويه شرايح كده من الخضروات. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. نقول مقادير. بسم الله، عندي شرايح اللحمه بالبصل والخضار، نص كيلو من شرايح اللحمه الفيليه او بفتيك مش مدقوق قوي او اي شرايح اي نوع حته لحمه عندكم، بصل متقطع حلقات رفيعه، بطاطس متقطعه حلقات رفيعه، وانا يعني عايزاها تبقى قريبه للشيبسي شويه يعني رقيقه وليست سميكه جدا، ثوم شرايح، ملح وفلفل، بهارات لحمه ورشه من جوزه الطيب. هي التوابل بسيطه قوي لكن يعني ايه اللحمه هنعتمد على الطعم اللي فيها. الحقيقه التتبيله دي قد ما هي بسيطه قد ما بتخلي اللحمه كده طريه وجوسي وليها طعم. انا هعملها هنا، بسم الله، هنسخن كده الجريل او البان اللي معانا، وهاخد كده اللحمه، وعندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم زيت زيتون، وطبعا هخلي الملح والفلفل قريبين مني كده، ونبدا بقى ايه نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا الوصفه دي ما بتاخدش وقت على فكره على النار، وبتبدا بقى ايه يعني تاخد سواها. عايزين تخلوا لو اللحمه تخينه او اللحمه محتاجه شويه سوا، مثلا مش كندوس صغير، مش بتلو، مش حاجه من دول، ممكن قوي هنبدا نديها شويه ميه صغيره. وهنسيبها ازاي بقى؟ هنكبسها يعني هنديها غطا فوق اللحمه صغير عليها وحاجه تقيله، علشان التقل ده مش هيخلينا نحط لها سوائل، اللحمه تبدا تفرز السوائل بتاعتها وترجع تاني تتشربها، بس هتفضل جوسي برضو. فخلينا كده نبدا مع بعض. ودي برضو من الحاجات اللطيفه، طعمها حلو، كاننا ظبطناها في الفرن واخدت وقت شويه طويل، وهي في الاخر قفلتها وسبتها وادتني هي النتيجه الحلوه دي. معلقه زيت زيتون كده، وهاخد بسم الله شرايح الثوم، وعندي شرايح اللحمه كده، كده مش هاجي جنبها الا لما زي ما قلت لحضراتكم. بصوا هي كده ماسكه، مش عايزه اساعد ان انا افكها، هسيبها لما هي من نفسها اجي امسكها الاقيها بدات تفك مع نفسها. بصوا بقى نديها بقى تشويحه للناحيه الثانيه كده، حلوه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شرايح برضو البصل هبدا اقلب كده كل واحده على الوش الثاني، اديها رشه الملح والفلفل، من الحاجات برضو السريعه الجميله جدا. في ناس بتحب الصبح في المناسبات تفطر الايه اللحمه المحمره دي او الكبده مع الكلاوي والقلوب، رشه كده خفيفه، وشرايح بقى البصل. هعمل كده. الحقيقه انا هرصهم بقى فوقها كده كانها صينيه عاديه. وهاخد الجزر
عايزين تحطوا معاها عود كرفس واحد متقطع مفروم ناعم قوي. ماشي. عايزه اقول لكم بقى دي لما بتتقفل كده بتعمل بشرايح اللحمه الكبيره شويه، اللي هي مش كبيره في التسويه، اكبر شويه حجما، وتبقى كندوز عادي جدا، وممكن تكون بتاخد شويه سوا بس طبعا مش كتير، لانه برده مهم قوي بنقي حته اللحمه منين. فوش الفخده حلو او الانتر كات، ماشي، برده الاثنين حلوين. تعالوا بقى ايه عندي هنا رشه بس من التوابل اللي هي بهارات اللحمه، وعندي البطاطس، بسم الله، البطاطس زي الشيبسي كده رفيعه ورقيقه قوي. من الحاجات الايه اللي طعمها حلو قوي الحقيقه، طعم اللحمه هنا بيتفوق وبيبان قوي نوعيه اللحمه الحلوه وطعمها الجميل. واصلا الريحه دي مجرد ان فيها ملح وفلفل وبهارات لحمه مع اللحمه اللي اتشوحت مع فصوص الثوم الحلوه دي كافيه جدا تطلع يعني ايه طعم جميل. هوريكم كمان شكلها ما بتستوي تبقى عامله ازاي. ده بحط بقى رشه من الملح والفلفل. بصوا بقى انا كده بحاول ايه اقفلها مع بعض، وهبدا اخد رشه ملح خفيفه، وعندي الفلفل، رشة بهارات، رشة من جوزة الطيب، ودي اختياري يعني، نقطة كده بس فوق من زيت الزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدأ أغطي عليها. المفترض إن أنا بحط أي حاجة أصغر من حجم الصينية، وده علشان أضغطها كفاية وبعدين أوطي النار وكأني بعمل يعني أهدي النار خالص وأسيبها بقى على النار الهادية دي تستوي تماما. لا اللحمة هتنشف ولا هتحتاج زيادة مية لأنه فيها سوائل هنا من الجنب عايزة أوريها لحضراتكم. بصوا اللحمة فيها مية إزاي، سردت المية بتاعتها ممكن تشوفوها. بصوا المية باينة إزاي، هي دي اللي هتسويها، هي دي اللي هتتكمر بقى وهنسويها. هروح انا مدياها كده بعد ما بحط حاجه تقيله، طبق او غطا وحاجه تقيله، بغطيها، بغطيها بالفايل كده، ده من الايه من الجوانب اهو علشان تبقى تمام. وبعدين هوري بقى حضراتكم النسخه بتطلع ازاي. بتطلع اللحمه جميله والخضار ده بيطلع طري ورائع جدا اهو. البصل استوى واخد من طعم اللحمه والصوص اللي حضراتكم شفتوه، عصاره اللحمه الحلوه دي، وطبعا الجزر والبطاطس ومع شرايح الثوم. بصوا بقت جميله ازاي، رائعه الحقيقه يعني. وما خدتش وقت، وانا في الاخر مش واقفه وقت طويل عشان اقدر اسويها، ومش محتاجه حتى الفرن اشغله فيها، هي حاجه بسيطه اتعملت واحنا واقفين، ودي برده من ضمن الحاجات. هغطي طبعا عليها، ده لازم، بسم الله، فوق التغطيه هعمل كده وهغطي عليها. ونبدا بقى دلوقتي نستسمح حضراتكم فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل نبدا في وصفه ثانيه من الوصفات المحببه اللي اتطلبت مننا عشان نعملها، هنعملها مع حضراتكم دلوقتي لكن بعد الفاصل.